مؤيد اللافي يعني اليوم يعني في ظل هذه الإمكانيات وهذه الأسماء بإمكاننا أن نتابع مباراة يرتفع مع توالي دقائق هذا القمة. كرة ملعوبة لمؤيد اللافي، توفتك من عناصر حاسرة تقادير قيمة الأدوار الدفاعية والتركيز عليه بشكل كبير، الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة ملعوبة عبر الأشياء اليسرى، محاولة فيها الخطورة من جانب عناصر الحسنية من طرف جمال الشماخ، الكنترول ينتظر الدعم والمساندة من الصديق عبر الأشياء اليسرى، محاولة للحسنية في اتجاه من البعث عن الدعم والمساندة، خطوات بينه وبين من بين زهير الشاوش، تضيع الكرة في ظل عودة عناصر فريق الوداد الرياضي للقيام بالتأمين الخط الدفاعي. مباراة مفتوحة، صديقي بكاري ماني، الوضعية الدفاعية الحسني يدافع بأكبر عدد من اللاعبين، كرة أمامية لفائدة مان مشات للوداد الرياضي، مقطوعة من طرف عبد الحفيظ لركياش من مرتدة سريعة وصلت للفحلي، الفحلي ينتظر الدعم والمساندة عبر الأشياء اليسرى للشماخ، يمشي جمال الشماخ عبر الأشياء اليسرى، تمويه جيد من شمال، فرصة للحسنية، تمريرة بعيدة لفائدة مان.